الرئيس السيسي يوجه بالمحافظة على استمرارية المخزون الاستراتيجي من السلع الغذائية الرئيسية. 9 قتلى في صفوف قوات الأمن العراقية في هجوم نسب لتنظيم داعش الإرهابي. وزير الدفاع الروسي يتفقد القوات المشاركة في العملية العسكرية الخاصة بأوكرانيا. الرابعة عصرا بتوقيت القاهرة، الثانية بتوقيت غرينتش، موعد بانوراما إخبارية شاملة تأتيكم من النيل، مرحبا بكم. وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بالمحافظة على استمرارية المخزون الاستراتيجي للدولة من السلع الغذائية الرئيسية، فضلا عن تعظيم القيمة المضافة لتخزين السلع من سلسلة الصوامع الاستراتيجية التي تمت إقامتها على امتداد رقعة الجمهورية. كما وجه بتحديد سعر توريد القمح بحيث يحقق عائدا اقتصاديا مجزيا للمزارعين والفلاحين ويدعم زيادة كميات توريد القمح. جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس السيسي مع رئيس مجلس الوزراء ووزير التموين والتجارة الداخلية ومدير عام جهاز مشروعات الخدمة الوطنية للقوات المسلحة للاطلاع على الموقف الخاص بتوفير السلع الغذائية الاستراتيجية على مستوى الجمهورية، وكذلك موقف الزراعات للموسم الزراعي الحالي 2022-2023. قال وزير التموين علي المصلحي إنه سيتم تشكيل لجنة عليا تضم اتحادي الصناعات والغرف التجارية وجهاز حماية المستهلك لوضع سعر عادل للسلع الاستراتيجية والأساسية، والتي سيصل عددها إلى ما يقرب من 10 إلى 15 سلعة استراتيجية وأساسية. وخلال اجتماع مع وكلاء الوزارة مديري المديريات على مستوى محافظات الجمهورية، أشار الوزير إلى أن التسعير سيتم وضعه طبقا لتكلفة الإنتاج والمدخلات الخاصة بالسلعة. هيبقى في نشرة بتقول إيه الأسعار العادلة للسلع الأساسية أو قانونا الاستراتيجية. إحنا ما بنحددش أسعار، ليست تسعيرة جبرية. التسعيرة الجبرية النهاردة موجودة فقط في الرز في فترة ترانزيشن اللي هي الأسبوعين من الأربع للأربع الجاي ده اللي بعديه، بحيث بنوجه الناس لابد من احترام والالتزام بوضع الأسعار على السلع أيا كانت السلع في جميع المنافذ التي يتعامل بها المواطن مع بياع. وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي خلال الجلسة العامة نهائيا على مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الضريبية الموحد والصادر بالقانون رقم 206 لعام 2020. يعد هذا التعديل التزاما دوليا على مصر يجب الوفاء به، ويعطي لمصر حق المعاملة بالمثل مع 172 دولة على مستوى العالم انضمت لتلك الاتفاقية الدولية،
كما أنه إجراء ضروري أيضا لاستيفاء المتطلبات التشريعية اللازمة لاجتياز تقييم منتدى الشفافية وتبادل المعلومات لمكافحة التهرب الضريبي على مستوى العالم. وقعت مؤسسة حياة كريمة بروتوكول تعاون مع مجموعة نيو إيجيبت الدولية. يأتي البروتوكول في إطار تعزيز التعاون والشراكات بين المؤسسات الدولية للمصريين في الخارج مع المؤسسات والمشروعات القومية في الداخل. يعد البروتوكول الأول من نوعه في التعاون بين حياة كريمة والمصريين في الخارج، ويتضمن عدة محاور أبرزها محو الأمية الرقمية في القرى الريفية والتمكين الاجتماعي ونشر الثقافة الرقمية بين مختلف الفئات المجتمعية داخل القرى الأكثر احتياجاً. أعلن التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي افتتاح المرحلة الرابعة لمستشفى شفاء الأرمان بالأقصر لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. تشمل هذه المرحلة وحدة عناية مركزة تضم 12 غرفة مجهزة بأحدث الأجهزة الإلكترونية لمراقبة ومتابعة العلامات الحيوية بالإضافة لأجهزة التنفس الصناعي ووحدة للغسيل الكلوي مخصصة للتعامل مع مضاعفات سرطان الأطفال. كما سيتم افتتاح قسم داخلي للأطفال المصابين بالسرطان. وتشهد المرحلة الرابعة أيضا افتتاح قسم علاج اليوم الواحد بجانب وحدة العلاج الطبيعي لتأهيل الأطفال بدنيا. يذكر أن التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي كان قد انطلق في مارس من العام الحالي، وذلك بمشاركة وعضوية كبرى مؤسسات العمل الأهلي والتنموي، حيث يضم 24 جمعية ومؤسسة أهلية. تواصل وزارة الداخلية حملاتها اليومية لمتابعة أسعار السلع الاستراتيجية وضبط قضايا حجب السلع والبيع بأسعار أزيد من السعر الرسمي، حيث تمكنت خلال 24 ساعة من ضبط 689 قضية تموينية بمضبوطات بلغت قرابة 752 طنا من المواد الغذائية وغير الغذائية. كما تمكنت من ضبط نحو 47 طنا في مجالي حجب السلع الاستراتيجية والاستيلاء على السلع المدعومة. وفي مجال حجب الأرز الشعير والأبيض والبيع بأزيد من السعر الرسمي للأرز الأبيض، تم ضبط أكثر من 634 طنا. كما تمكنت من ضبط قرابة 71 طنا في مجال عدم الإعلان عن الأسعار بقصد البيع بأزيد من السعر الرسمي للسلع الغذائية وغير الغذائية. وفي مجال قضايا المخابز تمكنت من ضبط 917 قضية، من بينها 243 قضية خبز ناقص الوزن و 272 قضية خبز غير مطابق للمواصفات. بمناسبة اليوم العالمي للمهاجرين، أكدت وزارة الخارجية في بيان لها أن مصر استقبلت نحو 9 ملايين مهاجر ولاجئ غادروا بلادهم لأسباب مختلفة ووجدوا فيها الملاذ الآمن، حيث يعيشون مع المصريين جنبا إلى جنب متمتعين بالخدمات الأساسية وحرية الانتقال، مشيرة إلى أن مصر ترفض إقامة مراكز احتجاز أو مخيمات سواء للاجئين أو المهاجرين. وشدد البيان على حرص مصر على تناول قضية المهاجرين من منظور شامل يراعي البعد التنموي ويدرك أهمية معالجة الأسباب الجذرية المؤدية للهجرة. الرئيس عبد الفتاح السيسي مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور علي المصلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، ولواء أركان حرب وليد أبو المجد مدير عام جهاز مشروعات الخدمة الوطنية للقوات المسلحة. صرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول متابعة موقف مخزون السلع الغذائية الأساسية على مستوى الجمهورية، وكذلك زراعة المحاصيل للموسم الزراعي الحالي. وقد اطلع السيد الرئيس في هذا الإطار على موقف المخزون الاستراتيجي والأرصدة لجميع السلع الغذائية الأساسية للدولة، وذلك في إطار التخطيط المسبق بالحفاظ على المخزون الاستراتيجي منها، مع الأخذ في الاعتبار الأزمة الغذائية العالمية الحالية. حيث استعرض الدكتور علي المصلحي في هذا الصدد المخزون الاستراتيجي لكل من القمح والسكر والذرة والزيت والأرز، والذي يكفي الاحتياطي منهم لمدة من 4 إلى 6 أشهر، فضلا
عن المتوفر من اللحوم الطازجة والدواجن والذي يكفي لمدة عام كامل. وقد وجه السيد الرئيس بالمحافظة على استمرارية المخزون الاستراتيجي للدولة من السلع الغذائية الرئيسية، فضلاً عن تعظيم القيمة المضافة لتخزين السلع من سلسلة الصوامع الاستراتيجية التي تم إقامتها على امتداد رقعة الجمهورية، وذلك بهدف الحفاظ على استقرار موقف الأمن الغذائي للدولة من خلال تلبية احتياجات المواطنين بالكميات الملائمة. كما تابع السيد الرئيس مستجدات الموسم الحالي لزراعة القمح 2022-2023 على مستوى الجمهورية، موجها سيادته بأن يتم تحديد سعر توريد القمح بحيث يحقق عائدا اقتصاديا مجزيا للمزارعين والفلاحين، ويدعم زيادة كميات توريد القمح. أضاف المتحدث الرسمي أن اللواء وليد أبو المجد أعرض الموقف التنفيذي لعدد من مشروعات الاستصلاح الزراعي على مستوى الجمهورية، خاصة مزرعة وادي الشيح بمحافظة أسيوط، والتي تشمل زراعة القمح بأفضل تكنولوجيا الزراعة الرقمية الدقيقة، إلى جانب عدد من الزراعات الأخرى كالموالح والذرة. كما تم ضم مزرعة إنتاج حيواني من أعلى سلالات إنتاج اللحوم، فضلا عن الإنتاج الداجني والاستزراع السمكي، وكذلك عدد من المصانع التي تهدف إلى تعظيم قيمة الزراعات داخل المزرعة. كما اطلع السيد الرئيس على مستجدات مجمع الأسمدة الأزوتية بالعين السخنة الذي يضم 6 مصانع متنوعة لتغطية الإنتاج المحلي والتصدير، وذلك بالتعاون مع الخبرة الألمانية العريقة المتمثلة في شركة تيسين كروب العالمية. تابع السيد الرئيس أيضا الموقف التنفيذي لمشروع التغذية المدرسية خلال العام الدراسي الحالي، سواء من حيث محتويات الوجبة وتكلفة إنتاجها وسبل توزيعها على مختلف المراحل العمرية بالمدارس. واطلع السيد الرئيس كذلك على موقف مشروع مراكز تجميع البلازما على مستوى الجمهورية، سواء من ناحية الإنشاء أو التجهيز، وكذلك الحرص على اتباع أعلى معايير الجودة في تجميع البلازما. مشاهدينا، أدعنا على حضراتكم تقريرا عن اجتماع الرئيس عبد الفتاح السيسي برئيس الوزراء ووزير التموين ومدير عام جهاز مشروعات الخدمة الوطنية. متواصلون معكم في بانوراما النيل، حيث يحتفل العالم كل عام في 18 من ديسمبر بيوم المهاجرين الذي اعتمدته الأمم المتحدة في عام 2000، ويهدف الاحتفال إلى تسليط الضوء على أعداد المهاجرين المتزايدة حول العالم والتحديات التي يواجهونها. في 18 من ديسمبر من كل عام يحتفل العالم بيوم المهاجرين الذي اعتمدته الأمم المتحدة عام 2000 لتسليط الضوء على أعداد المهاجرين المتزايدة حول العالم والتحديات التي يواجهونها. فأكثر من 25 مليون شخص عبروا حدود بلدانهم هربا من الحرب أو العنف أو الاضطهاد، ويتم استضافة 85% منهم في دول منخفضة ومتوسطة الدخل وفق الأرقام التي نشرتها مفوضية اللاجئين في الأمم المتحدة، وهو ما تسبب في الضغط على خدمات البنية التحتية للبلدان. وتزامن اليوم العالمي للمهاجرين بعد يوم من اعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة وبأغلبية ساحقة اتفاقا عالميا بشأن اللاجئين، بهدف صياغة استجابة أكثر قوة وإنصافا لموجات ضخمة من حركة اللاجئين، ولتقديم دعم أكبر للفارين من أوطانهم وللدول المضيفة لهم التي غالبا ما تكون من بين الأفقر في العالم. الاحتفال يسلط الضوء أيضا على العديد من القضايا التي تنتهك حقوق الإنسان، ومن أهمها تعرض حياة المهاجرين للخطر والموت، كما يعاني المهاجرون وطالبي اللجوء من ظروف معيشية صعبة للغاية، حيث يقيم معظمهم في العراء لفترات طويلة. ومع حلول فصل الشتاء وانخفاض درجات الحرارة بشكل مأساوي، تسعى السلطات لتفعيل برنامج إيواء الطوارئ المخصص لإيواء المشردين والمهاجرين في تلك الظروف. أعلن المتحدث الرسمي باسم الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس محمد المنصري أن عدد الناخبين الذين أدلوا بأصواتهم في الانتخابات التشريعية وفقا لمحاضر الفرز المبدئية باللجان الفرعية على مستوى الجمهورية عقب إغلاق باب الاقتراع
وصل إلى حوالي 805,000 ناخب بنسبة مشاركة بلغت 8.8%. خطوة أساسية من أجل بناء نظام رئاسي معزز للرئيس التونسي قيس سعيد، حيث انتهت الانتخابات التشريعية في تونس لاختيار نواب برلمان جديد. الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بتونس قالت إن عدد الذين أدلوا بأصواتهم في الانتخابات التشريعية بشكل مبدئي بلغ 805,000 ناخب بنسبة 8.8% من العدد الإجمالي للناخبين التونسيين، والبالغ حوالي 9 ملايين ناخب. رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بتونس فاروق بوعسكر قال خلال مؤتمر صحفي عقده بالمركز الإعلامي لمتابعة انتخابات مجلس نواب الشعب، قال إن عدد المصوتين من النساء شكل نسبة 24% ونسبة 66% من الرجال، فيما جاءت مشاركة ممن تجاوزوا سن 60 من الجنسين الأعلى بنسبة 34.8%. وصف بوعسكر نسبة الإقبال على الانتخابات بالمتواضعة، وعزى ذلك إلى تغير نظام الاقتراع من نظام القوائم إلى النظام الفردي، إضافة إلى غياب المال السياسي لأول مرة في تاريخ الانتخابات التونسية، وبعيدا عن التمويلات الأجنبية واستخدام المرافق العامة والجمعيات ووسائل الإعلام لصالح المرشحين. وسيحل مجلس النواب الجديد المكون من 161 نائبا محل المجلس الذي جمد الرئيس قيس سعيد أعماله في 25 يوليو عام 2021، وستعلن النتائج الأولية للدورة الأولى من الانتخابات التشريعية الاثنين، على أن تجرى دورة ثانية لحسم مصير عدد من المقاعد بين فبراير ومارس المقبلين. وأجريت الانتخابات على أساس الترشحات الفردية وليس الحزبية، ووفق تقسيم جديد للدوائر جعلها أصغر بكثير من السابق، وتبدو هذه الانتخابات مفصلية بالنظر إلى الوضع الاقتصادي والمالي والاجتماعي في البلاد. ومتابعة، ينضم إلينا عبر الهاتف الدكتور حامد فارس خبير الشؤون العربية. دكتور حامد، بعد التحية، تفسير حضرتك للأسباب التي أدت إلى ضعف الإقبال على المشاركة في هذه الانتخابات التشريعية والنسبة الضعيفة وهي 8.8%. أهلا بك يا فندم، وأهلا بالسادة مشاهدي النيل الأخبار. طبعا يعني هذه الانتخابات بتعقد في ظروف استثنائية ومرحلة انتقالية هامة بيستكمل بها باقي المسار أو خارطة الطريق التي وضعت من قبل الرئيس قيس سعيد. من أولا كان هناك حل للحكومة، وثانيا حل للبرلمان، ثم الاستفتاء على وضع دستور جديد للبلاد، والآن تجرى المرحلة الأخيرة من هذه الخارطة وهي الانتخابات التشريعية. نسبة الإقبال الضعيفة بهذا الشكل لأن هناك عدة عوامل جعلت هذا الوضع يتم على ما هو عليه، وهي أول هذه العوامل تغيير النظام الانتخابي من نظام القائم الحزبية إلى النظام الفردي، وأيضا تقليص عدد مقاعد مجلس البرلمان من 217 مقعد إلى 151 مقعد، و10 دوائر في الخارج، والإجمالي هو 161 مقعد. وبالتالي جعلت هذه العوامل هناك عزوف كبير من الشباب، في ظل أن الأحزاب وإيقاف التمويلات الخارجية والعمل على وضع نظام جديد يكون يعني مصحح لمسار الثورة التي حدثت، على اعتبار أن هناك الكثير من الأحزاب يعني امتنعت وكان هناك عزوف عن المشاركة في هذه الانتخابات. وبالتالي أيضا يعني كانت الانتخابات بالأمس وكان هناك يعني زخم كبير على المستوى الرياضي نتيجة مباراة كأس العالم، والتي أحجمت عن نزول الكثير من الشباب في توقيت الذروة في الداخل التونسي. طب دكتور حامد، يعني قراءة حضرتك للنتائج المترتبة على هذه الانتخابات، وإلى أي مدى سيكون هناك حالة من الرضا على نتائج هذه الانتخابات في ظل هذا الإقبال الضعيف؟ في ظني وتقديري أن مجمل الأوضاع في تونس تسير بشكل بطيء في ظل عملية دستورية مهمة جدا وعملية تشريعية ستنتج واقع جديد في تونس. هذا الواقع يحتاج إلى الكثير من المجهود الذي قام الرئيس قيس سعيد ببذله، ولكن في ظني وتقديري أنه ستكون هناك
بعض الحركات التي تريد أن تنقلب على نتائج هذه الانتخابات، خاصة وأن حركة النهضة الإخوانية التونسية وجماعة الإخوان الإرهابية في تونس تريد أن يكون هناك نوع من تقليب الرأي العام على الشارع التونسي وعلى السلطة في تونس نتيجة الإقبال الضعيف في نتائج هذه الانتخابات. وفي ظني وتقديري أنه لابد أن يتكون ظهير شعبي حقيقي خلف القيادة السياسية، لأن تونس في وضع اقتصادي صعب، تحتاج إلى وجود تمويل من صندوق النقد الدولي، تحتاج إلى وجود حكومة قوية، تحتاج إلى مجلس تشريعي قوي يكون ناجعا وشاملا في حل القضايا التونسية المترامية على مدار العشرية السوداء التي مرت على تونس في الفترات السابقة. نعم دكتور حامد فارس خبير الشؤون العربية، أشكر حضرتك شكرا جزيلا على هذه المداخلة. قتل 9 من أفراد قوات الأمن العراقية في هجوم استهدف آلية تقلهم في محافظة كركوك في شمال العراق، ونسب إلى تنظيم داعش الإرهابي. وأفاد مصدر أمني في كركوك بأن عناصر من تنظيم داعش تعرضوا لناقلة تابعة إلى الفوج الأول باللواء الثاني ضمن الفرقة الآلية التابعة للشرطة الاتحادية بعبوة ناسفة. وأضاف أن الهجوم رافقه اعتداء مباشر بالأسلحة الخفيفة والمتوسطة في قرية شلال المطر التي تبعد 65 كيلومترا عن مركز محافظة كركوك، مؤكدا مقتل أحد عناصر التنظيم وجاري البحث عن العناصر الأخرى. أدانت فرنسا طرد إسرائيل للمحامي الفرنسي الفلسطيني صلاح الحموري، معتبرة ذلك مخالفا للقانون. وأكد الحموري الذي وصل اليوم إلى فرنسا إثر طرده وإلغاء تصريح إقامته في القدس الشرقية بقرار إسرائيلي بعد أشهر من الاعتقال أنه يريد مواصلة المعركة. بعد مسلسل قضائي دام لعدة أشهر، طردت إسرائيل المحامي الفرنسي الفلسطيني صلاح الحموري إلى فرنسا بعد احتجازه دون تهمة رسمية في سجن إسرائيلي منذ مارس الماضي. وحكم على الحموري بالاعتقال الإداري لثلاثة أشهر، وهو إجراء مثير للجدل يسمح لإسرائيل بسجن أشخاص دون توجيه أي تهمة رسمية لهم. وتشتبه إسرائيل بوجود صلات بين الحموري والجبهة الشعبية لتحرير فلسطين التي تعتبرها تل أبيب والاتحاد الأوروبي منظمة إرهابية، لكن ترحيله أرجئ بعد سلسلة من الجلسات أمام القضاء العسكري طعن خلالها محاموه بقرار ترحيله وإلغاء وضعه كمقيم في القدس الشرقية مسقط رأسه. من جانبها قالت منظمة العفو الدولية ومنظمات غير حكومية فرنسية إن هذا الطرد هو مناورة تهدف إلى عرقلة عمل صلاح الحموري لصالح حقوق الإنسان، كما يعد تعبيرا عن الهدف السياسي بعيد المدى للسلطات الإسرائيلية، وهو تقليص حجم السكان الفلسطينيين في القدس الشرقية. سجن الحموري في إسرائيل من قبل بين 2005 و2011 لمشاركته في محاولة اغتيال عفاديا يوسف كبير حخامات إسرائيل السابق ومؤسس حزب شاس الديني المتشدد، وقد أطلق سراحه في 2011 في إطار عملية تبادل الأسرى التي سمحت بالإفراج عن الجندي الفرنسي الإسرائيلي جلعاد شاليت. يأتي طرد الحموري مع اقتراب تغيير الإدارة في إسرائيل، حيث يفترض أن تنتقل السلطة في الأيام المقبلة من ائتلاف الوسط بزعامة يائير لبيد إلى حكومة بقيادة بنيامين نتنياهو وحلفائه من الأحزاب الأرثوذكسية واليمينية المتطرفة. يزور فريق تقني تابع للوكالة الدولية للطاقة الذرية طهران اليوم سعيا لتسوية أزمة تعود لسنوات وتتعلق بالتحقيق بشأن العثور على جزيئات يورانيوم في مواقع لم يصرح عنها في إيران. وعشية الزيارة أعلنت طهران زيادة قدراتها على تخصيب اليورانيوم إلى أكثر من الضعفين مما كانت عليه طوال تاريخ هذه الصناعة. قبيل زيارة لخبراء من الوكالة الدولية للطاقة الذرية، أعلنت إيران أنها زادت قدراتها على تخصيب اليورانيوم. وقالت منظمة الطاقة الذرية الإيرانية إن قدرة التخصيب في البلاد وصلت إلى أكثر من الضعفين مما كانت عليه طوال تاريخ هذه الصناعة، مضيفة أن الطاقة النووية وإنتاج الكهرباء الذرية يشكلان ادخارا كبيرا للبلاد.
وهما فعالتان لخفض استهلاك الوقود الإحفورية وليس المتجددة وتقديم حلول للمشاكل البيئية. كانت الوكالة الدولية للطاقة الذرية قد أعلنت في وقت سابق أن فريقا تقنيا تابعا لها سيزور طهران سعيا لتسوية أزمة تعود لسنوات وتتعلق بالتحقيق بشأن العثور على جزيئات يورانيوم في مواقع لم يصرح عنها في إيران. وفاقم العثور على أثار لمواد نووية في مواقع غير مصرح عنها التعقيدات التي تعوق إحياء الاتفاق المبرم في العام 2015 بين الدول الكبرى وإيران حول برنامجها النووي الذي يترنح منذ العام 2018 بفعل انسحاب واشنطن منه في عهد دونالد ترامب الذي كان حينها رئيسا للولايات المتحدة. جدير بالذكر أن وفدا من الوكالة كان يعتزم زيارة طهران الشهر الماضي، لكن الزيارة لم تتم بعد أن ندد مجلس حكام الوكالة بعدم تعاون طهران وعدم تقديمها إجابات ذات موثوقية من الناحية التقنية. واعتبرت الوكالة أنها غير قادرة بسبب ذلك على ضمان سلمية برنامج طهران النووي. أما في نوفمبر الماضي فقد أكدت الوكالة أن إيران بدأت بتخصيب اليورانيوم وصولا لنسبة 60% في محطتها النووية فوردو متجاوزة إلى حد كبير عتبة 3.67% المحددة بموجب الاتفاق النووي ومقتربة من عتبة 90% اللازمة لصنع قنبلة ذرية. ويتيح اتفاق عام 2015 تخفيف العقوبات عن إيران مقابل تقييد برنامجها النووي لمنعها من تطوير قنبلة نووية سرًا، علما بأن إيران تنفي على الدوام السعي لتحقيق هذه الغاية. أعلنت وزارة الدفاع الروسية اليوم أن وزير الدفاع سيرجي شويغو تفقد سير عمل مجموعة القوات الروسية المشاركة في العمليات العسكرية الخاصة بأوكرانيا. وأشارت الدفاع الروسية إلى أن الوزير أولى خلال جولته اهتماما خاصا لتنظيم وتوفير الدعم الشامل للأعمال القتالية وللقوات. زيارة مفاجئة قام بها وزير الدفاع الروسي سيرجي شويغو لتفقد القوات الروسية المشاركة في العملية العسكرية الخاصة لموسكو في أوكرانيا. وزارة الدفاع الروسية قالت على تطبيق تيليجرام أن قائد الجيش الروسي حلق حول مناطق انتشار القوات وتفقد المواقع المتقدمة للوحدات الروسية في منطقة العملية العسكرية الخاصة، وذلك بعد يوم من اجتماع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مع كبار الضباط في البلاد بمن فيهم شويغو. وقالت الوزارة في البيان إن شويغو تحدث مع القوات على خط المواجهة واستمع لتقارير من مركز القيادة. وأظهر مقطع فيديو قصير نشر مع البيان شويغو في مروحية عسكرية وزوجين من الطائرات ومساحات فارغة من الأرض مجهولة الهوية. كانت روسيا قد أطلقت وابلا من الصواريخ الجمعة على عدة مدن في أوكرانيا مما أغرقها في الظلام وتسبب في قطع إمدادات المياه والحرارة وأجبر السكان على تحمل درجات حرارة دون الصفر. وقال الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي إنه تم إعادة الكهرباء إلى ما يقرب من 6 ملايين أوكرانية، لكنهم لاحظوا المشكلات المستمرة مع إمدادات الحرارة والمياه والانقطاعات واسعة النطاق في العديد من المناطق، مشيرا إلى أنه لا يزال هناك الكثير من العمل الذي يتعين القيام به لتحقيق الاستقرار في نظام الطاقة. وفي العاصمة كييف قال رئيس البلدية فيتالي كليتشكو إن حركة المترو استؤنفت، فيما تم استعادة إمدادات المياه والتدفئة ل 75% من السكان، كما عادت الكهرباء بالكامل في مدينة خاركيف الشرقية التي تضررت من الضربات. كان مزود الطاقة الوطني الأوكراني قد فرض حالة الطوارئ بعد الضربات وحذر من تضرر كبير في شمال وجنوب ووسط البلاد، وأن الأمر قد يستغرق وقتا أطول لاستعادة الإمدادات، مشيرا إلى أن نظام الطاقة في البلاد يواصل التعافي.
وعودة للشأن المحلي، حيث أكد الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان اهتمام القيادة السياسية الكبير بتطوير منظومة الرعاية العاجلة والطوارئ لتيسير حصول المريض على الخدمة العلاجية. جاء ذلك خلال توقيع بروتوكول تعاون بين وزارة الصحة وإحدى الشركات العالمية لتعزيز الكفاءة التشغيلية للمشروع القومي للرعايات والحضانات والطوارئ. في كل ثانية حياة، شعار بروتوكول التعاون بين وزارة الصحة وإحدى الشركات الدوائية العالمية الذي يهدف إلى دعم تعزيز الخدمات المقدمة لمرضى الزبحة الصدرية في إطار منظومة المشروع القومي للرعايات والحضانات والطوارئ، إلى جانب طرق التعامل مع الحالات المشتبهة بإصابتها بالأمراض القلبية. اللي احنا بنعمله النهاردة ان احنا بنزود الوعي، بنعمل رقم يعني ساخن 16474، بنعمل ابلكيشن ان شاء الله هتنزل قريب جدا عشان تبقى اي حد ينزلها على تليفونه ويقدر من خلال الابلكيشن دي هتتواصل بشكل سريع جدا مع الرقم الخاص بالإدارة المركزية للرعاية العاجلة والحرجة، اللي من خلالها هيرد عليك طبيب متخصص في امراض القلب متدرب واخد شهادة معترف بيها من الجمعية الملكية او الكلية الملكية للجراحين للتعامل مع الحالات الحرجة، يقدر يوجهك تقدر تعمل ايه لحد ما عربية الاسعاف تقدر توصلك اللي بدورها هتاخدك الى اقرب مستشفى مجهزة للتعامل مع دعامة للحياة اللي فيها قسطرة قلب، علشان ما تروحش برضو تضيع وقت في مستشفى ما يكونش فيها هذه الخدمات. النهاردة وفرنا خط ساخن للحالات الحرجة اللي هو الخط الساخن 16474 ليقوم مقام الراعي الرسمي للحالات الحرجة، اللي المريض بنرفع الاول وعي ناحية الأعراض اللي لما المريض يحس بيها ويشعر بيها وهو في منزله، بيفضل يتصل بالخط الساخن، بيرد عليه أطباء متخصصين، بيسمع شكوته ويقيمها ويوجه له أقرب عربية إسعاف ليه، ثم بينسق مع أقرب مستشفى فيها وحدة قسطرة القلب ويوجه المريض ليها. كما تهدف الاتفاقية إلى نشر الوعي والتثقيف المجتمعي بأضرار ومخاطر الإصابة بتلك الأمراض وكيفية التواصل السريع مع المنظومة الصحية من خلال الخط الساخن لضمان سرعة الحصول على الخدمة العلاجية اللازمة. نرفع الوعي لتقريبا 40 مليون مواطن على أعراض جلطات القلب، ازاي ان احنا نقدر نعرفهم باعراض جلطات القلب وازاي يعرف يتعامل معاها في الساعه الاولى. في نفس الوقت خط ساخن اللي هو 16474، وانا عايز ناس تحفظه الرقم ده، لان الرقم ده هيقدم الدعم لو انت بتحس باي اعراض لجلطات القلب تتصل بالرقم ده، من غرضه ان هو يدي لك الدايركشن او الجايد ازاي تتعامل مع حالات جلطات القلب. في نفس الوقت بنقوم بالتعليم الطبي المستمر لألف دكتور من دكاتره الطوارئ والحالات الحرجه ان هم يعرفوا يتعاملوا مع مريض جلطات القلب. في نفس الوقت ان احنا بنقدم البروتوكولات الحديثه والعلاجات الحديثه للوزاره الصحه والسكان، وفي نفس الوقت الاداره العلاجات الحرجه. دورنا ان احنا نوعي الشباب ونوعي الجماهير بالعوامل التي قد تؤدي إلى الأزمة القلبية الحادة. مريض الضغط لازم يستمر على علاج الضغط، ولازم الناس تقيس الضغط بصفة دورية، اللي سن يعدي 40 سنة أو 35 سنة يقيس الضغط، لأن جايز يكون الضغط عالي ومش شاعر، ولما يعرف أن عنده الضغط لازم ياخد علاج. اللي عنده سكر لازم ياخد علاج كويس أو للسكر، والحقيقة الحمد لله توفرت العلاجات جدا وبقت علاجات متاحة ومتيسرة. الناس اللي بتدخن لازم توقف التدخين، الناس اللي بتمارس رياضة لازم تمارس رياضة وتحافظ على الحالة الصحية العامة، بكده احنا نبدأ نقلل حدوث الجلطات. في كل ثانية حياة واحدة من المبادرات الفاعلة التي ستسهم بشكل كبير في إنقاذ ملايين المرضى الذين هم في حاجة ملحة وطارئة للكشف والعلاج. محمد حلمي، النيل. بانوراما النيل متواصلة معكم ونتابع فيها بعض أخبار الاقتصاد. كوريا الشمالية تطلق صاروخين باليستيين باتجاه بحر اليابان، وطوكيو تحتج رسميا. وإلى أخبار المال والأعمال، تفاصيل أخبار الاقتصاد في بانوراما الرابعة، ومباشرة إلى حسام الدين عاطف. إليك حسام. شكرا لك غادة، أهلا بكم مشاهدينا الكرام إلى هذه البقعة الاقتصادية في بانوراما الرابعة. أهم ما فيها، تحت رعاية الرئيس السيسي مصر تستضيف مؤتمر الإسكان العربي السابع. أهلا
أهلا بكم من جديد. قال رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي قال إن الدولة تتبنى سياسة للعمل على زيادة الصادرات المصرية مع فتح المزيد من الأسواق الخارجية أمام السلع المصرية وفقا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي. جاء ذلك خلال اجتماع عقده رئيس الوزراء اليوم لمتابعة جهود تيسير إنفاذ الصادرات المصرية إلى الأسواق الخارجية خاصة الإفريقية منها، مع مشروع تشغيل خط ملاحي سريع لشحن الحاصلات الزراعية لبعض الدول الأوروبية. وهذا الاجتماع كان بحضور عدد من الوزراء. مدبولي أكد أن الحكومة تسعى إلى العمل على تذليل مختلف الصعوبات التي تواجه الصادرات المصرية. تسلمت مصر رئاسة الدورة 39 لمجلس وزراء الإسكان والتعمير العرب التي تنعقد بالقاهرة تحت عنوان نحو مدن ذكية مستدامة تحقق جودة الحياة، وذلك تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي. هذا المؤتمر يعقد بتنظيم من وزارة الإسكان وبالتعاون مع مجلس وزراء الإسكان والتعمير العرب، وذلك بالعاصمة الإدارية الجديدة خلال الفترة من 18 إلى 20 من ديسمبر الجاري. ويركز المؤتمر على آلية التخطيط في المدن الذكية والمستدامة التي تحقق أعلى معدلات التنمية في الدول العربية. وأثناء المؤتمر قال وزير الإسكان عاصم الجزار إن مصر شهدت طفرة حضارية في إنشاء المدن الجديدة، خاصة مدن الجيل الرابع التي تعمل على مواكبة التطورات التكنولوجية. يأتي ذلك من خلال تنفيذ خطة نحو التحول الرقمي لكافة القطاعات بدءا بالبنية التحتية المتطورة وصولا للبرامج والتقنيات الذكية. التحول نحو المدن والمجتمعات الذكية أحد أبرز الآليات التي تعمل على تلبية الاحتياجات المتزايدة للفئات الاجتماعية المختلفة التي تشمل البنية التحتية العصرية كالمياه والطرق والصحة والاتصالات وتقنيات ترشيد استهلاك الطاقة وغيرها. وتحقيقا لرؤية مصر 2030، فقد شهدت جمهورية مصر العربية خطة نحو التحول الرقمي لكافة القطاعات بدءا من البنية التحتية المتطورة وصولا إلى البرامج والتقنيات التي تضمن لمشروعات التطوير والتنمية العمرانية تقديم أفضل الخدمات بإدارة ذكية ومتطورة لكافة المواطنين. أكدت وزيرة البيئة ياسمين فؤاد أن المبادرة المصرية للحلول القائمة على الطبيعة كانت من أهم ثمار يوم التنوع البيولوجي في مؤتمر شرم الشيخ للمناخ المعروف بكوب 27، حيث أطلقت مصر بالتعاون مع ألمانيا ومشاركة عدد من الدول هذه المبادرة. جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقدته الوزيرة البيئة على هامش فعاليات مؤتمر الأطراف الاتفاقية الأمم المتحدة للتنوع البيولوجي المعروفة بكوب 15 والمنعقد بكندا الآن. الوزيرة دعت الدول الشركاء في المبادرة للاجتماع بمصر للنظر خلال الربع الأول من عام 2023 لصياغة النتائج الخاصة بإطار العمل العالمي للتنوع البيولوجي، وذلك ضمن سياق المبادرة. انتهت أخبار الاقتصاد في بانوراما الرابع، عودة للزميلة غدا فاروق. تفضلي غدا. أشكرك حسام، أهلا بكم من جديد. قدمت الحكومة اليابانية احتجاجا رسميا إلى كوريا الشمالية بشأن إطلاقها لصاروخين باليستيين تجاه بحر اليابان، ما يزيد من حدة التوتر بالمنطقة. يأتي إطلاق بيونغ يانغ صاروخين باليستيين بعد أيام من إعلان نجاحها في اختبار محرك يعمل بالوقود الصلب. في أحدث سلسلة قياسية من عمليات الإطلاق الصاروخية لكوريا الشمالية، أعلنت هيئة الأركان المشتركة للجيش الكوري الجنوبي أن بيونغ يانغ أطلقت صاروخين باليستيين باتجاه البحر قبالة الساحل الشرقي لشبه الجزيرة الكورية بعد أيام من إعلان نجاحها في اختبار محرك يعمل بالوقود الصلب. كوريا الشمالية أطلقت صاروخين باليستيين سقطا في بحر اليابان شرق شبه الجزيرة الكورية خارج المنطقة الاقتصادية الخالصة لليابان. ويأتي إطلاق الصاروخ بعد أيام من اختبار كوريا الشمالية محركا عالي الدفع يعمل بالوقود الصلب، وصفته وسائل إعلام رسمية بأنه اختبار هام لتطوير نظام سلاح استراتيجي من نوع جديد. منذ بداية هذا العام أطلقت كوريا الشمالية عدة صواريخ بوتيرة غير مسبوقة، مما يزيد التوترات بشكل كبير في شبه الجزيرة الكورية وفي المنطقة. تصعيد الاستفزازات من كوريا الشمالية بشكل متسارع يهدد سلام وأمن اليابان والمنطقة والمجتمع الدولي،
إنه ينتهي قرارات مجلس الأمن الأمم المتحدة ذات الصلة، وقد قدمت اليابان احتجاجا قويا من خلال سفارتنا في بكين وأدلنا ذلك بشدة. وعلى الرغم من العقوبات الدولية المشددة المفروضة على برامج تسليحها، تمكنت بيونغ يانغ من بناء ترسانة صواريخ باليستية عابرة للقارات، لكن جميع هذه الصواريخ المعروفة تعمل بالوقود السائل، وقد أعطى الزعيم الكوري الشمالي كيم يونغ أون أولوية استراتيجية لتطوير محركات تعمل بالوقود الصلب لصواريخ أكثر تقدما. وأعرب كيم هذا العام عن رغبته بأن تكون بلاده القوة النووية الأكبر في العالم، مؤكدا أن بلاده دولة نووية وهذا الأمر لا عودة عنه على حد قوله. أما طموحاته التي كشف عنها العام الماضي فقد تضمنت صنع صواريخ عابرة للقارات تعمل بالوقود الصلب ويمكن إطلاقها من الأرض أو الغواصات. واعتبر خبراء أن الاختبار الأخير للمحرك يعد خطوة باتجاه هذا الهدف، لكنه ليس واضحا إلى أي مدى وصلت كوريا الشمالية في تطوير مثل هذا الصاروخ. جدير بالذكر أن بيونغ يانغ كانت قد أطلقت موجة غير مسبوقة من الصواريخ من كافة الأنواع هذا العام، بينها صاروخ باليستي يعد الأكثر تطورا. وتحذر الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية منذ أشهر من أن كوريا الشمالية قد تكون قريبة من إجراء تجربتها النووية السابعة. بانوراما نيل متواصلة معكم ونتابع فيها بعض أخبار الرياضة. الأمم المتحدة تحتفل باليوم العالمي للغة العربية لإبراز مساهماتها في الحضارة والثقافة الإنسانية. أهلا بكم. بمناسبة اليوم العالمي للغة العربية، أكد الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط أن اللغة العربية هي عنوان للوحدة والهوية. وشدد أبو الغيط في تغريدة على موقع تويتر أن لغتنا الجميلة ليست مجرد كيان ينتمي إلى الماضي، بل جسر يحملنا إلى المستقبل بكل تحد، مضيفا أن صون اللغة وتطويرها يعد جزءا لا يتجزأ من الأمن القومي العربي. تحتفل الأمم المتحدة باليوم العالمي للغة العربية لإبراز مساهماتها في الحضارة والثقافة الإنسانية الذي يوافق 18 من ديسمبر من كل عام. تأتي احتفالية هذا العام تحت شعار مساهمة اللغة العربية في الحضارة والثقافة الإنسانية، وتنظم اليونسكو بهذه المناسبة سلسلة من حلقات النقاش والفعاليات الثقافية في مقر المنظمة في باريس. وبحسب مركز إعلام الأمم المتحدة فاللغة العربية هي إحدى اللغات الأكثر انتشارا واستخداما في العالم، إذ يتكلمها يوميا ما يزيد على 400 مليون نسمة من سكان المعمورة. ختام بانوراما نيل، وإليكم تذكرة بأبرز العناوين. الرئيس السيسي يوجه بالمحافظة على استمرارية المخزون الاستراتيجي من السلع الغذائية الرئيسية. 9 قتلى في صفوف قوات الأمن العراقية في هجوم نسب لتنظيم داعش الإرهابي. وزير الدفاع الروسي يتفقد القوات المشاركة في العملية العسكرية الخاصة بأوكرانيا. تفاصيل أكثر على موقعنا على الإنترنت nile.eg. شكرا لحسن المتابعة وإلى اللقاء.